السلام عليكم، معاكم مهندس هشام احمد، وهنبتدي درس جديد ان شاء الله من سلسله دروس تعليم سوري دروس. ودرس النهارده الدرس ال 24 بعنوان سيت. هنبدا نرسم الكرسي بتاع التراكتور بتاعنا. هنبدا نرسم في الفرونت بلان سكتش. هبدا ارسم مستطيل من الميد بوينت كده، هرسم مستطيل تاني مايل من هنا كده كده كده. هبدا احط دايمنشن ان الطول ده 135 والطول ده 450 والطول ده 375 والعرض بتاعه 90. المسافة من هنا لهنا 82.5، المسافة من هنا لحد هنا دي كده 7.5. تمام كده. أبدأ أحط زاوية ما بين الخط ده والخط ده إن الزاوية 95 درجة. أقول له صح، إكزا سكتش إكسترود على 495 في الميد بلاك. أقول له صح، تمام كده. هبدأ بعد كده أحط فيلت السطح ده السطح ده على 60 وأقول له صح. في التاني للسطح ده السطح ده بس المرة دي على 30 وأقول له صح. هبدأ بعد كده insert feature dome للسطح ده على 30 بس اقول له ريفرس لجوه واقول له صح. ابدا اعمل برضو انسرت تاني فيتشر دوم للسطح ده على 30 برضو لجوه واقول له صح، تمام كده. هبدا بعد كده اجي ارسم في الفرونت بلان سكتش، اقول له نورمال 2 بس قبل ما اعمل كده عايز اعدل بس ده ان المسافة دي 7.5. انا همسح دي كده سمار دايمنشن، الطول من ده لده 7.5. بقول له اكزا سكتش كده. هبدا ارسم في الفرونت بلان سكتش نورمال 2. هبدا ارسم اس في لاين من النقطه دي للنقطه دي، هاجي كده امسكه اقول له مثلا ان ده او النقطه دي خليها لي هوريزونتال وابدا اظبط ده كده. اقول له اكزا سكتش اكسترود ميد بلان على 75 وانزل تحت اقول له سيم فيتشر في الميد بلان برضو بس السن بتاعي على 30 واقول له صح. تمام كده. نيجي نعمل بقى نرسم على السطح اللي هنا الجانبي ده، اقول له سكتش واقول له نورمال 2 هبدا ارسم اليبس
او سلوت من النقطة دي، النقطة دي كده، قلت له دايمنشن، هو عدل الدايمنشن بتاعته ان الطول ده كده 300، الطول ده نقول اللي هو 60، ار بتاعه 60، تمام. بقى يبقى 120 بقى. تمام، واعمل اكزيت سكتش، واعمل اكسترود اوفسيت، خلي مثلا اوفسيت على 15 مثلا، واقول له الاكسترود بتاعك على 45، خلي الاوفسيت مثلا 7.5، واقول له صح. تمام، ابدا بعد كده هرسم على السكتش ده، واقول له نورمال 2، ابدا ارسم دايره. طلع دايمنشن من قطرها مثلا 40، اقول له اكزا سكتش اكسترود اب تو نكست، واقول له صح على كده. ابدا كده اعمل ميرور للاباوت الفرونت بلان للفيتشر دي، الفيتشر دي، واقول له صح. ممكن اعمل ايديت لده واقول له ممكن اقول له ميرور فرونت بلان الفيتشر دي، اقول له صح. مش عايز ترسم، طيب هعملها تاني، اعمل سكتش هنا اقول له السطح ده، اقول له convert entities، اقول له اكزا سكتش اكسترود ل 45. ممكن بقى اعمل فلت على 15 واختار السطح ده وده 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 واقول له صح. تمام كده، ارسم بقى فرونت بلان سكتش، ارسم مستطيل كده، قول له سمارت دايمنشن ان الطول ده 180 وده كمان 180، المسافة من هنا لهنا ناقص 45، المسافة من هنا لهنا 45. أقول له اكس سكتش اكسترود ميد بلان على 90، أقول له صح. نعمل تشامفر distance و distance على 120 وده برضو 120، واختار السطح ده والسطح ده واقول له صح. مش عايز يتعمل، فممكن نعمل edit للسكتش chamfer على 120
اقول له صح اكس سكتش. هذا كده احط ماتيريال تيكتشر، ممكن نختار مثلا فابريك مثلا، نختار دي السيرفيس ده الفلت. اكستروجن تمام كده، اقول بقى كده سيف. اقول له سيف كفايل سيت، وكده الكورسي جاهز معانا. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. نشوفكم الدروس الجايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل على اليوتيوب، وكمان صفحتنا على الفيسبوك ليرنرز دوركس. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.